يعطيكم العافية. راح نبلش بحل التمارين مع طيب آخر محاضرة اسمها General Q&A. راح نحل بهالفيديو تمرين أول بس، والفيديو اللي بعده التمرين الثاني عشان نشرحه مظبوط. عندنا هالتمرين اللي عندي هالقواعد. أول سؤال، إذا اللي أرسم شجرة لازمة تعبير عن تسلسل، هذا هل إذا كان النحو غامض أو لا؟ فنحن رح نرسم شجرة. رح نبدأ أول شي برسم الشجرة. طيب هون حتى يجبنا هي القواعد تبعونا. نحن رح نبدأ برسم الشجرة. أول شي رح نبدأ بالعقدة بالروت، واللي هو الجول، وهي الجي هون. نكبر خط بس كويس. فرح نبدأ بالجول نحن. بعدها بدي الجول راح يروح عند ال، يروح عند ال، سبها قاعدة الجول بروح عند ال. ف جول راح يروح عند ال. بعد عنا ال L راح تتفرع ل L P. هنا الضغط شو هو؟ كبر شوي مشان نشوف الضغط معه. فعنا الضغط هو هذا، بدنا نشكله. فعنا أول شي حطينا الجول، وحطينا ال L تفرعت للجول، تفرعت لل L، ل L متفرع ل L P أو ل P. إذا فرعت على P وين بقدر بروح؟ بقدر بروح على هي. فأنا إذا فرعت على P فأنا آخذ هالشكل مثلا، أوكي؟ وبعد P أنا P كمان إذا فرعت ممكن أرفع أفرع على هالشكل كمان، هيك P. فأنا ما في قدرة رح أحصل على القوسين برانيات لوحدهم إذا فرعت على P بس، فلازم أفرع لل LP. فرح أفرع على لل LP، بدي وحدة L وحدة P. من ال تروح عند بي، ومن ال راح تروح عند ال. فهيك كون فرعت عندي هالفرعين. عندي هالفرعين صاروا هيك. معلش، بعدها نحن بعد فرعت على ال بي انا صار عندي بالشكل، انا الشكل قسمته لهون، هذا ال وهذا بدي اكمل فيه بي. البي هذا بده بس يكون قوسين، فانا ممكن افرع على القوسين فورا، فرع له لانه البي انا بقدر بروح باخذ قوسين، فراح فرع القوسين. اعطيني قوسين، فهي راح تروح لهون وهي راح تروح لهون. بكون انا فرعت على قوسين هون، فيكون واحد يميني او مثل الطرف الثاني واحد هيك. انا بكون حسب القاعدة مشيت فيها جي للال، من ال فرعت على ال بي، والبي كمان فرعت على شو؟ فرعت لقاعدة رقم 5. هي هلا بنحطهم نشرح اكثر. ال انا بدي هالقوسين جوات بعض. فال انا اذا فرعت على البي، فانا اذا فرعت ال لل بي فانا ما راح يعني راح احصل على ال تروح عند البي، والبي راح احصل على قوسين جنب بعض. انا متى افرع على ال بي فانا بحصل على قوسين جنب بعض هيك. ان ال راح تروح لهون بعد ال بي، وال بي راح تروح لوحده ما ترجع. فانا بدي قوسين جوات بعض، فانا بدي ال اروح على ال بي، وال بي بعدها اروح على ال بي مره ثانيه مش احصل على قوسين جوات بعض. فهي راح تكون هذول نسختهم اثنيناتهم، ما نسختهم. هي راح تكون لا راح تكون هي ال ال بهالمستوى تبعها. ال L راحت عند ال P هون، ال L حطها عند ال P فرقتها. بعدين ال P انا بدي افرقها اما القوسين او القوسين جواتهم P. نحن عندنا اربع اقواس جوات بعض، فبدي افرقها قوسين بعدين قوسين جواتهم P. فانا هاخد هالتلت هاحطهم تحت، فرقها لهون فرقها لهون هي حطها بالنص. وراح يكون ال P هي تروح لهون، هي راح تروح لهون، هي راح تروح لهون.
يا سلام ليه كده؟ طب يلا معلش، فهيك هاي راح تكون ال P راح تفرع للقوس، للقوس وال P. بعد أن ال P ممكن أفرعها لشو؟ أنا بدي جبت قوسين برانيات، أنا صار بدي قوسين جوانيات، فأنا لازم أفرع ال P لقوسين جوا. فنحن فرع قوسين من ال P هون، لازم أحط مثل هاي الفوق، يعني مثل هاي بنعملها هون. فأنا راح أحط هالاثنين هون هون هيك واروح هاي هون هاي هون، بكون هنيك بنينا الشجرة تبعتنا. إذا شفناها نحن شلون هو راح يقرا، راح من فوق لتحت ومن يسار لليمين، راح يحط لي قوس يطلع هيك، بعدين يحط لي قوس تاني، بعدين يوصل لهون حط قوس ثالث، بعد عفوا هذا بالمعروف قوس ثالث، بعدين يطلع لهون حط قوس رابع، يطلع هيك كمل لهون حط هيك كمل لهون حط هيك، فكون عندنا صار نفس الدخل المحطوط هون. اوكي، قال لي هل النحو غامض ام لا؟ نحن النحو الغامض اذا كان بقدر بشكل اكثر من شجره اعراب لنفس العباره، فانا بقدر بشكل شجره اعراب ثانيه. اذا لاحظنا نحن هون نحن رحنا بهالطريق اجباري عنا مشان نحصل على قوسين برانيات، اوكي، وبهالطريق نحن ال R راحت لعند ال P اجباري، بعد ال P فرقناها لهذا. فاذا ال P هي ما في طريقه نحن نرجع نحصل على الشكل نفسه بغير شجرة الأعراب، فهي شجرة الأعراب الوحيدة اللي ممكن نحصل عليها، فالنحو غير غامض، فبكون أكدنا أن هذا النحو غير غامض هو نظامي. هاي خلصت أول طلب. الطلب الثاني قال لي قم بإزالة left recursion من النحو وأعد رسمه. left recursion شو كان left recursion؟ نحن حسبنا left recursion إذا كان ال non terminal عم بيستدعي حاله مرة ثانية من جهة اليسار مرة ثانية، يعني بيستدعي حاله non terminal من جهة اليسار تبعت العبارة اليمينية. فهون إذا لاحظنا هون هذا النون تيرمينال، هون مرة تانية هذا هو، هذا هو النون تيرمينال، فرجع بستدعي حاله مرة تانية من جهة اليسارية للجزء اليميني، أقصى اليسار للجزء اليميني. فهذا صار عندي left recursion. كيف أنا كنت أشيله؟ كنا نقول نحن الـ A تروح لعند الألفا، عند الـ A ألفا أو بيتا، أوكي، حيث الألفا هي عبارة، هي البيتا هي كل شيء تيرمينال ونن تيرمينال غير ما هي موجود ال A فيهم. فكنا شو بنسوي؟ بنقول له ال A بتروح لعند البتا A فتحة، وال A فتحة بتروح لعند الألفا A فتحة، وهيك بكون احنا ازلنا ال left recursion. فكيف ممكن نزيله هون؟ بدي احطه هون بالمربع، ف فلازم يكون عندنا الجي راح تضل على حالها، الجي راح تروح راح تضل عند ال L، بعد ال L راح تروح عند هون هي left recursion عندنا نحن، راح تروح عند ال P L فتحة، هي L star مثلا نسميها، تكون L star لازم تروح لوين قلنا نحن؟ لازم تروح على ال alpha A فتحة، alpha A فتحة واللي هي بهالحالة ال alpha. نحن ليش حطينا هي اول بي؟ لانه نحن عندنا ال L مره ثانيه عم تروح، يعني هاي القاعده هي L بتروح لعند ال L P او P، اوكي، فهي بتمثل البتا، هاي بتمثل الالفا، وهي ال A تبعنا. فانا رح اقول له P L فتحه او P L star كمان، او P L star او ابسيلون، او E E فلتعني ابسيلون مثلا، انت لو خلصت انا هون او ايه، اوكي. وبعد القواعد ما فيهم شيء هون راح يكون نظامين، تكون هاي بي، وهون راح تكون بي تروح لعند الخوسي، وبكون هاي نحن اسالنا الليفت كيرجن، هاي بتكون قواعد جديده الليفت ريكيرجن، بكون ما في فيها ليفت ريكيرجن، ما في عندنا تابع بستدعي حاله مرة تانية أو تيرمينال من جهة اليمينية نفسه بجهة شمالية، وكون هيك حصلنا عليها.
هلا قال لي هون اذا هون شفناها هي نفسها كانت هي نفسها فمكمل هلا هون وين قال لي اقم بازاله الفركاجه من النحو وعاد رسم الشجره فبدي ارجع ارسم الشجره مره ثانيه حسب القواعد الجديده فانا هون هي الشجره القديمه عندي راح نرسم واحدة جديدة فرح اخذ هي وهي اخذ هدول فورا لان هن نفسهم راح يطيروا فاول شي نحن عنا الجي بروح لعند ال والال عنا الجي نحن اول شي هروح لعند ال اوكي بعدها نحن عنا ال لازم تروح تفرع البي الفتحة لان ما في عندنا غير القاعدة فرح تكون عنا عند ال P وال L فتحة هون عند ال P هون عند ال L star ال star تكون هي لهون وهي لهون اوكي هي نحن خلصنا هذا الفرق خلصنا هذا لهون ال L star رح تروح اما لعند ال اما لعند ال P L star او لعند ال epsilon فنحن لسا عبدنا قوسين يمينيات فانا رح اخذ على البي ال ستار فهي رح ناخذ نفسها نحطها هون كمان هي عند البي ال ستار هي لازم تروح لبي وهي للال ستار اوكي تفرعت لهالفرعين والبي انا شو بدي افرع البي انا لسا عندي هدول قوسين هون هون عم ببني هالقوسين فهون بدي قوسين جوات بعض فرح اخذ البي قوسين ال هي راح تكون نفسها هي تكون نفسها هي اخذها كلها حطها هون فورا هي هيك تكون هي لهون هي لهون وهي لهون بعد البي راح تتفرع للقوس دي هذا هالقوس ولهالقوس هون اول احسن هنا هذا لا 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 انا وصلت مع بعض اول هذا القوس لهم فبكون انا حصلت على القوسين الشمال بدي قوسين يمين قوسين يمين ممكن البي ممكن تاخذني قوسين يمين والال ستار وين ممكن تاخذني على الابسيلون فانا راح اخذ ال ستار على الابسيلون وهي راح تعطيني قوسين يمينيات هذول مو يمينيات الاثنين الباقيات فانا هي هون راح تكون نفسها هون هي راح تكون هيك هتقول هون هي هيك بيبقى لي شو بيبقى لي انه ال ستار هون ال ستار انا قايله انه ممكن تروح على الابسيلون انت فانا راح اقول له انه هي راح تروح على الابسيلون بدي هذا بدي هيك فبكون هيك بنيت الشجرة مرة تانية هي مع هي وقت نزلنا الليفت ريكيرجن هي وقت نزلنا الليفت ريكيرجن تبعنا هي وقت القواعد الاساسية إذا شفناه نحن اثنيناتهم وين هي الشجرة الأصلية هي هون نفسها وهون شو حدث هون في شي هي القواعد محطوطة هون وعندنا هي الشجرة وشلنا الليفت ريكيرجن تبعنا فإذا شفناها فهي نفسها كمان بكون نحن خلصنا أول طلبين هيك نرجع بقول لي هل يحقق النحو في الطلب السابق خاصية LL1 ولماذا وفي حال عدم تحقيقه قم بتحويله الى النمط LL1 طيب نحن LL1 شو كان بقول له بظن على النحو السابق هذا يعني انا ما اظن خلي اتأكد بس لا النحو مو هذا هذا طيب عملنا عن نحو هذا النحو السابق هذا فإذا كان عمل هل يحقق خاصية ال L1 ال L1 ال L1 شو كانت هي عبارة عن ال parcel top to bottom هو parcel من فوق من أعلى للأسفل ومن left to right أوكي إحنا كان في مشكلتين وقت كنا عم نساوي ال L1 شو كان هن حليناه هون كان مشكلة واحدة اللي اسمه left recursion حليناها هلا left recursion إنه ممكن البارسل يعلق في بأحد الحالات ممكن يعلق يضل عم يروح على الشمال ما يوقف انه هو عبارة اشتقاق من الشمال
فالليفت ريكيرجن كانت مشكله. وكان عندنا مشكله تانية نحن اذا كان عندنا عمليه التوزيع, واذا كان عندنا يعني اذا كان عندي كان اي بتروح لعند الاي بي واي سي واي دي اوكي, نحن شو كان عندنا البدايات هون دائما ثابته, فعندنا ما بيعرف وقت هو عم بيقرا محرف ما بيعرف اي قاعده بده ياخذ. فنحن كيف حليناها؟ قلت له الاي بتروح لعند الاي اكس مثلا, وقلنا له الاكس بتروح لعند البي او السي او دي مشان يعرف بعد ما يقرا المحرف اي يعرف يقرا المحرف الثاني القاعده الصحيحه. فنحن في عندنا في فين في عندنا هالمشكله؟ لاحظنا الال عم تروح على البي والال ستار صحيح, الال ستار عم تروح على البي. طب الال ستار نفس الال؟ لا هيك الوحده الشكل ما له علاقه. فبطلعنا عندي هون بالبي والبي, البي اثنين عم بروحوا على القوس نفسه, فالبي وقت عم بيجي هو القوس هيك ما بيعرف ياخذ القاعده بي هي ولا ياخذ القاعده بي هي. لكن كيف نحلها؟ نحلها ضاي تحت هون, هي هون رح نحلها اننا نشكل قاعده جديده نحن. فانا رح اجمعهم هدول هون, رح له انت بتروح اثنينكم عند البي ستار, والبي ستار انت بعد ما تقرا المحرف اللي بعده عارف شو بدك, ممكن تروح لعند ال ممكن تروح لعند القوس هيك او ممكن تروح لعند البي ستار مره ثانيه, بي ستار مرة تانية هيك. شو كانوا قاعدتنا؟ منسيت قاعدتين كانوا فوق الشجرة ايه. فهون اما كنا هدول هن قاعدتين هدول هنين, فانا هذا بدي اخليه واحد او افرق هالتنتين هون عندي. فانا عندي هاي بتروح لعند اذا اروه اتنين هون بتروح لعند البي ستار, والبي ستار اما تروح لعند البي هيك ترجع بي هيك او رح تقرا قوس لوحده بس. وكون احنا هيك حلينا مشكلة ال اسمه ليفت فاكتورينج عن طريق ليفت فاكتورينج عملنا لها. وين هي هون لحظة هي نحن بس قلت انا اول المحرف حطيته لوحده بقاعده وبعدين حطيت هالمحارف بشرط اور, بحيث انه اذا اجته هيك بصير اذا اجاه هالقوس اوكي بعد اجاه قوس ثاني هيك صار قرا القوس الثاني. فوين لازم يروح؟ لازم يروح على القاعده بي, عفوا مو هيك, لازم يروح على القاعده بي هيك. اما اذا اجاه هالقوس بعد اجاه قوس هيك فلازم يروح وين هالقاعده؟ لازم يروح على القاعده هيك. فهيك بصير بيعرف هو وين يفرق. فبكون احنا حلينا هالمشكله ان هو عم بقول لك هون الفيرست تبعه تبع الرمزين متشابهين ما بصير يكون نفسه. فاخذ لك الفيرست تبع هاد والفيرست مش بس هو هيك ما بدك بقى هون بس نحن نفهمها كيف عم تصير. فعنا هيك كانت المشكلة هون. خلصنا نحن هذا الطلب الثالث, بقول هل يحقق نحو الطلب السابق كذا ولماذا تحقق امتحله للنمط حولناه النمط. قال لي هلا ارسم شجرة العراب النحو الناتج, هلا انا بس افرق هدول شوي. هلا شجرة العراب لهذا اي اوكي, وانت هون زي لتحت نفتح بيج جديدة, وهي للنحو الاصل هي عملنا حلينا الليفت ريكيرجن هي للاصلية, وعنا هي هون عملنا له زبطناه مشان ال ال واحد. هذا ارسم شجرة الاعراب للنحو الناتج من الطلب س, ثم ارسم شجرة الاعراب مختصرة. شجرة الاعراب مختصرة ما حكيت عنها بسبب ضيق الوقت, هلا ما راح احكي عنها. راح نشوف كيف راح ترسم, بس الشرح تبعها على الاغلب ما نلحقه, يعني حدا يلحقها لوحده حاليا. يعني ممكن انزل فيديو يمكن بعد الفحص بس مشان ادعم الفيديوهات هذول, اما حاليا اكيد ما راح انزل شيء بالنسبة لها. فهون فقال لي هون ارسم شجرة العرب للنحو الناتج. طيب اوكي خليني ارسم شجرة العرب. اول شيء شجرة العرب للنحو الناتج لنفس العبارة, يعني العبارة تبعتنا هاي هي هون. فكيف راح ارسمه؟ اول شيء راح نبدا دائما بالعقدة, هاخذ الثنتين فورا هن دائما عقد بداية. فاول شيء راح نبدا حسب القواعد هون, نحن عندنا جي راح تروح لعند ال ال اوكي, هي خلصنا اول وحدة. جي راح تروح عند ال ال خلصنا هي هون, بعدين ال راح تروح عند بي ال ستار مجبر ما في اختيار ما بيقدر بيختار هو. ف اخذ من هون كمان بدي ارسم
واحدة من هون فالبي راح تروح على ال ستار هاي هون هاي صارت اول وحدة بعدين قلنا ال ستار راح تروح على البي ال ستار او الابسيلون نحن هل وصلنا خلينا نحن نمشي من تب تو باتن نمشي على الشمال للاخير فالالكتريك يرجع بيمشي هيك خلص بعدين نكمل بالطرف الثاني فخلينا نكمل هون نحن البي البي ممكن تروح على ال بي ستار على القوس بي ستار فرح ناخذها فورا هاي البي ستار وهي القوس اليميني فبكون خلصنا هاي اول قاعدة هون تروح لعند هون بعدها انا امنت هذا اول واحد ارى ساوي ماتش بعدين كمل هلا هون راح شاف هذا البي ستار وين ممكن تروح على البي او على المغلق او على البي بعد المغلق فشافت هالقوس فراح تروح على البي ترجع لانه البي هي الفيرست اوف تبع هذا راح تروح تعمل نفس القاعدة ترجع تستدعي او لازم تروح على البي اول بعدين تروح على نفس القاعدة راح اعمل نفسها هي نفسها راح تكون تحت ثم ارجع اوصل فعندي البي هون هاي البي ستار البي ستار راح تفرقتها للبي والقوس لانه حسب الدخل راح شاف انه هون في قوس مسكر هون في قوس مفتوح راح اخذ القاعدة الثانية واللي بتوصله للقوس المفتوح اليميني فهون صار عندي البي ستار طيب اوكي انا شو بدي لسا بدي قوسين على اليمين بدي واحد اثنين اوكي فانا البي ستار اذا فرقت لواحد ممكن فرق لواحد هي بس او ممكن فرق لبي او ممكن فرق لبي هذا راح هيك هذا راح هيك بي ستار عفوا هون ايوه هون خطأ البي ستار راحت على البي اي وقت واحد بدي احاول يختصر اللي بصير فيه هاي هلا طلعت الخلق هاي هون هيك فالبي ستار لوين دا فرق البي ستار راح فرق على البي والقوس المسكر راح فبدنا قوس مسكر وبدنا بي تكون هون قوس مغلق و بي اوكي هيكون عملنا هالتنتين وبعدها انا عندي صار قوس المغلق عندي قوس المغلق هون وعندي البي طيب انا شو امنت الخارجي هدول الخارجيات بيلي الداخليات فالبي ممكن تتفرق لقوس وبي ستار فالبي راح نفرق كمان لقوس وبي ستار هدول هن نفسهم هون فهي راح فرق هون كمان لبي ستار وقوس اوكي وانا بي ستار شو بقدر بفرقه دائما ان انا عملنا له قصة الليس فاكتورينج وشلت له القواعد على اليمين خليته غير قواعد فالبي ستار ممكن تروح على القوس بس فممكن تروح عند القوس بس ها بكون هنا خلصنا الجزء اليميني اللي صار عفوا للدخل خلصت هالجزء صار عندي قوس تاني تالت رابع صار عندي هون هو عم يقراهم هيك 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 هلا خلصنا الجزء بدنا الجزء التاني واللي هو القوسين تانيات فالال ستار وين ممكن تروح على البي ال على البي او ال بي ال ستار او الابسيلون نحن ما بدنا ابسيلون لسا عنا دخل فهو رح تروح على البي ال ستار فهي ال ستار وهي رح تكون البي هون تكون البي هي راح تروح عند البي انتبه شو عم نرتبه نحن لازم يكون يعني الترتيب تبعنا ضروري انه يكون نفس الترتيب هون فانا حط البي ستار هون وهذا بفرق فعندي البي ال ستار راح لعنده هلا البي شو ممكن تفرق لقوسين هدول فالبي راح اخذه من هون فرق هدول نفسه لانه راح احطهم كلهم على مستوى واحد لانه عم تصير على هالمستوى
ففي راح طلعت لهي 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 هيك تفرقت البي لهالثلاث خيام وهن على مستوى هذا على مستوى هال تأكد على المستويات تبعونا كل وحدة مستوى هون بعد ال L star انا بقي مو شي بالظهر ال L star رح فرق على الابسيلون لو انت على هالمستوى اي انت عند الابسيلون اوكي انت هذا هون هيك شوي اوكي فهيك بكون رجعت بين شجرة الاعراب تبعيتي بعد ما عملت ال بعد ما سويته يعتمد على ال ال واحد فهو راح شو يعمل من top to bottom left to right فيعمل هيك يرى كذا يرى قوس تاني يرى قوس تالت يعمل هيك طلع لهون يرى قوس هذا يعمل هيك يرى هذا هيك بعدين يكمل لهون طلع هيك نظامي فبكون نحن سويناها هاي بعدين قال لي ارسم شجرة الاعراب مختصرة ال AST فنحن اذا مثل ما شفنا ننتبه على نحن كيف مساوين المستويات فنحن رح يروح هيك اول شيء عفوا مو المستويات انا بعتذر فهو كيف رح يروح يقرا نحن من شوي قريناه نحن رح اقرا هذا بعدين هيك بعدين رح لهون بعدين رح لهون بعدين رح لهون لانه الابستراكت ريشو هي كل شيء بس ترمينال عقد الترمينال رح تضل يعني عقد المنتهيه لانه باقي العقد هي كلها الكمبيوتر ما بتهمه هو بهمه اخر شيء العقد الترمينال اما الباقي كلياته بس زيادة حكي يعني بالنسبة له فكيف رح نرسمه رح نرسمه هالشكل السريع نحطهم كلهم هي فهون اوكي نحن قلنا اول شي رح نقرا حسب هذا هالقوس فانا اول شي هذا هالقوس رح يكون بالروت تبعي اوكي بعدين وين دايرة بدي احرق هالقوس لانه حابب يمشي من الشمال لليمين فهذا القوس الثاني تبعي اوكي بعدها وين دا يروح بعدها رح يقرأ هالقوس اللي هو هذا هون رح نحطه بعد هالقوس واللي هو هذا هون رح يكون بعد هالقوس واللي هو هذا هون رح يكون بعد هذا اللي هو هيك وهذا هيك مشي كيف المكان حطتوه هي المهم انه يكون بالترتيب فهذا رح يقرأ هذا اول شي بعدين هندرو لهون بعد لهون بعد لهون بعد لهون تكون هاي الابستراكت تبعتنا نحن ممكن مثلنا التري نفسها بس مثلنا التري نفسها بس من دون ما نحتاج لانيتنا نشكل الكونكريت تري واللي هي اسمها كونكريت تري من دون ما نحس شكلها شكلناها عن طريق الابستراكت تري هي بكون حلينا هذا الطلب اي واحد هذا الطلب دي اوكي هلا ادينا على الشغلات اكتر هلا هون قال لي إيه استخدم الأعراب تنبؤي من الأعلى الأسفل للأعراب السلسلة كذا 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 عن نحو من الطلب السابق يعني الأعراب تنبؤي من الأعلى الأسفل هو الـ Predictive Parse يعني هو بيقرأ من الشمال مثل ما كنا عم نحكي فخلينا نشوف كيف نسوي هذا هذا هون بقى تلزمنا أنت هون كتير نفتح هون عمل كذا الأعراب هذا يكون هيك فأكتب بهذا جدوله هذا هو جدوله نحن عندنا ثلاث عواميد رول والفورم تبعية القواعد والإنبوت تبعنا يعني كيف تح يمشي فأعراب تنبؤي رح يبدأ دائما من روت وبعد لتحت لتحت لبين ما يوصل للأوراق فنحن نعمل insert تيبل يكون ثلاث عواميد كنت من هذا لبين ما نشوف إذا بدنا زيادة نزود عندنا الرول S form مثلا form from هاي الشكل القواعدي تبعنا S form وال input الدخل نحن ال input بالبداية شو كان هو كان كذا هيك 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 اوكي بس نحن اول شوين بيعرف ال نعمل هذا اول شيء هيك نعمل اوكي نحن وين هو القراءة تبعته للساعة هون هذا عبارة مثله ك الريد هذا هون وين بيعرف للساعة هلا الكومبايلر وين هو
فنحن اول شيء اول شيء نحن عندنا كان بالرول عندنا دولار تبدا بدايه الستاك او الرول تبعنا. اول رول كانت عندنا هي الجول. هلا الجول بعد وين فرقناها؟ هذا نقدر ناخذه هالرول ولا اي رول قصده اي وحده من اسف انه من الطلب السابق دي اللي هو هون. انا ممكن احضره هون على العدد هذا هو النحو. فانا اول شيء عندي قاعده جول، بعدين الجول ممكن تروح عن البي الفتحه، فانا هتكون بي وال ستار اوكي. وانا بالرول اي رول طب مو رول محل ما طبقت، فالرول هي شي طبقت انا خربطت بينه وبين انا هون الرول هي شي طبقت والقاعدة طبقتها. فنشيلها هون. اول شي ما طبقت ولا شي، بعدين الجي كانت راحت عند ال، فانا الجي بتروح عند ال عفوا بالبداية كنا بالجول، بعدين الجي راحت عند ال جي بعدين جي واحنا فرقناها لعند ال لانه جي اول قاعدة ممكن تروح عند ال نون وهي قاعدة رقم واحد اوكي. والانبوت لساته نحن ما بيعرف شيء لانه لسه ما قرا اي تيرمينال، راح يكون نفس اللي قبله اذا عملنا له كوبي نفسه، فهو راح يكون نفس اللي قبله. ما كله اعتمد لي اياه بعد ال L. انا شو ممكن افرقها؟ ممكن افرقها لل PL star، فراح تكون على ال PL star اوكي. اي قاعدة طبقت انا؟ قاعدة رقم 2 هي انا بقعد 1 2 3 4 5 6 7 هيك رقمين. قبعت قاعدة رقم 2 انا لسه قريت شي تيرمينال؟ لا لسه، فانا راح يبقى الدخل تبعي على حاله. بعد ال P ممكن افرقها شو؟ ال P ممكن افرقها ال P ممكن افرقها الكذا او بي ستار القوس هذا او البي ستار او البي ستار. وبعد الصف في عندنا ال ستار نحن هون طبقت انا قاعدة رقم 3. فانا وقت شاف تيرمينال راح يتاكد اذا هالتيرمينال هو نفسه، فراح يقرا المحرف، راح يقرا هون يعمل هذا اللي صار المحرف قراءة هون كذا كذا هيك. فإذا لاحظ محرف قراءة كان هون، فراح يشوف هل هذا محرف هو نفسه هون. إذا كان نفسه فراح يقول لي ماتش إنه أنا لقيت نفسه، وراح تحط القاعدة نفسها P star L star وهون راح يكون هذا هو الدخل نفسه كذا كذا كذا. هون هي خلص أول ماتش. هلا بدي يفرق P star، بده P star يفرق على P وبعد القوس تمام. راح تصير هي عندي هيك البي والقوس، ولسه عندي ال ستار انا ال ستار لسه موجوده، وانا القراءه ما تغير لساتي مثل ما انا هيك بعد هيك هون نقصنا قوس فوق. هون اي قاعدة طبقت انا؟ قاعدة رقم 1 2 3 4 5 6 قاعدة رقم 6. بعدها انا البي ممكن افرقها، لان احنا عم نشتغل ليش عم نفرق البي مع فرق ال ستار مثلا؟ ليش انا افرق هيك؟ لان احنا نتذكر عم نشتغل عم بقول لي هو حسب السؤال عم بقول لي عليه النص الاعراب تنبؤي من اعلى لاسفل. من اعلى لاسفل هو شو بيعمل؟ بيعمل هو من ليفت تو رايت الدرايف الاشتقاق هو بدأ من اخر رمز على الشمال بشتقه لبين ما يوصل لكل الرموز. فنحن نبدأ من اخر نان تيرمينال على الشمال لهيك، فنحن دائما نبدأ من اخر نان تيرمينال ونكمل. فاخر نان تيرمينال هو البي. البي شو ممكن اخده؟ باخده على القوس وبي ستار، فهو راح يكون هيك وكذا كذا وبي ستار وهذا بس ال ستار اوكي. هاي قاعدة رقم شقد 5 6 هاي
هتاي 5 والدخل راح يكون هيك يكون ارى هالقيمة راح يعمل بي ستار انه هو شاف لون تيرمينال و تو بي ستار شو بدي بي ستار يكون هيك هيك وبعد هيك اوكي هذا صار بدنا نسيت رو بلو نضيفه فنحن صار المحرك قراءة هون فهو راح يتأكد هل هالمحرك هو نفسه هذا الترمينال شافه جديد فراح يشوفه انه هو نفسه فراح يعمل ماتش ماتش وراح يكون كذا كذا نفسه بي ستار كذا ال ستار وهون يكون نفسه اوكي فبعدها هلا البي ستار شو ممكن يفرق البي ستار ممكن يفرق البي والقوس هذا او ممكن فرق القوس هذا فراح هو راح يشوف انه راح لازم فرق هالقوس فراح يطبق قاعده رقم 7 اللي هو كذا كذا قوس قوس ال ستار ال ستار هيك هو راح ما انه شاف شيء جديد راح يقدر يقرا فراح يقرا هالقيمه ايه فراح يقرا هو هذا هيك راح يعمل كذا كذا هيك هيك لا هاي هيك 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 راح يطلع قيمتين في عندنا 2 نون تيرمينال لازم يقراها فيطلع يعمل هيك فشاف ماتش هون وهذا بيقدر بيعمل له ريدكشن لل هاي يمكن لا ما شو بدي ريدكشن انا بدخل ليش عم بقول لهونيك ما بعرف فشاف ماتش هون راح يقول لي انه في عندي انا هون ماتش شوف هذا هيك بيقول لي ماتش انه هو هلا صار عنده ماتش كمان يعني اذا صار عنده خطا يرجع لهالماتش راح يكمل هون ال ستار بتروح كذا هاي هاي هيك اوكي بعد ال ستار صار بيقدر يفرقها لانه هي صارت اخر رمز نون تيرمينال على الشمال فالال ستار شو ممكن تروح ممكن تروح على البي ال ستار او الابسيلون لسه في عندي دخل انا فانا لازم افرق على البي ال ستار فالبي ال ستار هي قاعده رقم 3 بي ال ستار قاعده رقم 3 هون كيف فرقت القاعده رقم 3 البي هي قاعده رقم 2 راحت على هي و بي قدر قاعدة رقم 2 راحت على هاي وهي قاعدة رقم 2 هي شو هذا قاعدة رقم 1 2 3 4 5 هي 5 هي 5 هي سوء النمرة رقمنا هون هي 5 فعندنا قاعدة رقم 3 فهون لازم يكون حطوا نفس هذا ال ستار وشو راحت صارت قاعدة رقم 3 عند البي والال ستار هي قاعدة رقم 3 1 2 3 هي هي فرتها بي ال ستار لسا ما بيقدر بيقرا شي فهو لسا على نفس مكانه بعدها راح البي البي ممكن يفرقها لشو البي ممكن يفرقها ل القوس بي ستار فراح يفرقها كمان هي قاعدة رقم 5 لازم رقمه كنا فتحنا الشغلة هي قوس و بي ستار و ال ستار عندي فبما انه قرا فلازم يمشي المحرف تبع القراءة هون بعدها صار عندهم ماتش 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 واللي هي هالقاعدة وصار عندي كأنه زيادة أقواس ضيعونا تونا كان دخل مثل عادة وهذا بي ستار هذا ال ستار وهون أنا بيلو آخر بيلو هلا هون هلا نحن ليش ما بنرجع نفرق ال ستار رح نفرق البي ستار لان البي ستار هي اخر رمز على الشمال فانا لازم افرق البي ستار لازم تروح على البي
او البي البي وقوس او القوس، فنحن بس بدنا القوس. رح نفرق على القاعدة رقم 7، اكيد 7، ايه 7. قاعدة رقم 7 لازم ترو كذا 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 هيك، بعدين ال ستار. فانا ما انه لقيت شيء لازم ارى، وصار عندي محرف قراءة لهون، فقال لي هون كمان في عندك ماتش للكذا كذا 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 ال ستار هذا هيك. بعد بيلو لا ما صار بيلو، هذا بيلو. فانا الان صار في عندي ال ستار، ما فرقت ال ستار، شو بدي افرق؟ افرق الابسيلون. فانا عن طريق قاعده رقم 1 2 3 4، وهي رح تكون كذا كذا. فهم هذا طيب نفسه، وهي ما رح تدخل شيء. واللي هون هو يكون عندي هون accept. وصلنا لاخر input وفرقتها كلها وصار عندي accept. بس شفنا الجدول المحطوط هون، وجبنا الجدول هذا بقى باخر عندي هون. لا ما قارنا، فبنشوف انه هو لازم نفسه. فاول شي بدينا مقاعدة جي، بعدين المحرف ما كان عم بيقرأ، بدينا مقاعدة جي هون. بعدين رحنا على قاعدة ال رقم 1 هون، واللي كانت كذا، وفي هون فتحة سميناها ستار عنا نحن. وشو كمان؟ 5 ماتش 6 5 ماتش 7 ماتش 3، نفس ال فهيك هو هذا هيك عم بطلع. هذا رح يكون عرفنا كيف حلينا السؤال. شو رقم هذا 3؟ سؤال اي، استخدم اعراب تنبؤي من الاعلى للاسفل. ننتبه انه اعراب تنبؤي من الاعلى للاسفل هو يعني لازم اشتغل من الشمال لليمين. نحن ننتبه انه هلا ما حدا يفرق، يمسك يفرق ال ستار قبل ما يفرق اي، قبل يفرق اي رمز نون تيرمينال بالنسبه لليمين قبل اي رمز تيرمينال بالنسبه للشمال. يما ياخذ ال ستار ويقول لي والله انا رح اساوي قاعده رقم 1 2 3 وقال هون قاعده رقم 3 وافرق ال ستار اترك البي ما يفرقها. فلازم اشتغل دائما اخر رمز على الشمال وبعدها اكمل على اليمين. وهنا نحن الطلب الاي. هلا استخدم على النحو من الطلب 7، استخدم اعراب من اسفل لاعلى مبدا شيفت ريديوس للنحو الاصلي. بقول لي استخدم هالنحو الاصلي، اذا هذا هو النحو الاصلي بده شيفت ريديوس. شيفت ريديوس شو كان؟ هو بيقرا النحو وبيعمل شيفت، عمل شيفت هي ادخال للستاك، والريديوس هي اخراج من الستاك. يعني الشيفت كانت تعمل عمليه ادخال شيفت، والريديوس كنا عم ناخذ شيفت شو بدخل رمز اللي قراه بضاف للقاعده، بعدين ريديوس بأخرج هدول بدخل رمز النون تيرمينال بناسبه، وهيك بين موصل للجول. كنا عنا الهاندل، الهاندل شو هي؟ هي بس الجزء اللي نقدر نعمله ريديوس. فإذا كمان شكلنا الجدول تبعهم إذا بقدر باخذ جدول نفسه مشان ما أرجع. هذا هو نفسه عامله هون، لا ما هذا ثانية وعطينا اثنين اتون. اوكي و حطه هون. فاول شي نحدد الستاك. اول شي نعمل شو؟ بوش للدولار ساين، لازم نعمله بوش للدولار ساين عشان نعرف نحن بدايتنا. بعدين انبوت شو هو كان؟ كذا 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 هيك. والهاندل ما في عندي هاندل صعب البداية. والعملية هلا شو بدي اساوي انا؟ هلا في هالحالة نحن هون شو ممكن اساوي؟ ممكن اساوي شيء غير اعمل الشيفت. راح اساوي شيفت واللي هي راح تكون كذا هيك. بعد انا الانبوت راح يكون هيك. اوكي انا هلا شو بساوي؟ انا هلا بقدر، انا هلا بقدر بعمل عملية ريديوس ولا لا؟ انا راح اعمل عملية شيفت كمان، ما بقدر اساوي شيء. فانا عملية شيفت ما في عندي هاندل، فراح يطلع معي هيك الستاك تصير، والدخل راح يصير هيك هيك. هلا انا شو العمليه بقدر بعملها هون؟ انا هل بقدر بقدر بعمل عمليه ريديوس لاي قاعده من هدول؟ فانا ما في عندي شي قاعده هيك هيك الشكل ممكن ارجعه. فانا راح اعمل عمليه شيفت ثانيه، ما دام عملت عمليه شيفت فما في عندي هاندل.
بعدين انا هلأ هون صار عندي القاعدة هيك، صار عندي الستاك هيك والانبوت هيك، هيك الانبوت اوكي. هلأ انا وقت هيك صار فانا رح اشوف انا شو بقدر بعمل حركة هون. فانا هون صار عندي قوسين هيك وهيك على top of the stack، فانا هدول بقدر بعملهم reduce لأي قاعدة للبي. والهاندل هذا شو هو، في موقع الموقع ممكن حط موقع البداية او النهاية، ما بعرف مرة حطينه بالمحاضرة هيك وهلا بالحل هيك حطينه. فالهاندل ممكن تحطه شو كم القاعدة اللي نبدله هي 5 في الموقع 2 مثلا، بنعمل عملية ريديوس للخمسة بالقاعدة 5، فراح يطلع معي ناتج هيك بي، وراح يكون هذا الساعة الدخل ما عملت ريديوس راح يكون على حاله. هلا هون بشوف انا هون شو بقدر بسوي بهالحالة، انا هون بقدر بعمل ريديوس القاعدة هاي بدها تسع قوس كمان، فانا لازم اعمل عملية شيفت جديدة. ما دام عملت عملية شيفت فما في عندي هاندل، راح تساوي هاي هيك البي وبعدها دخلت هون والدخل صار عندي بس هيك. هلا بشوف انا هون شو بقدر بسوي بهالحالة، انا بقدر بعملها ريديوس لهالقاعدة في قاعدة رقم 4، فبروح قاعدة رقم في موقع رقم 1 عملها ريديوس الأربعة، ريديوس القاعدة رقم 4، فراح ياخذ هذا القيمة يعملها ريديوس للقاعدة 4 اللي هي راح تكون هيك القاعدة رقم 4 وهي بي. بالدخل انا صار عندي هون، فانا هون صار عندي بالدخل هيك وعندي هالقاعدة. انا هلا بقدر بعملها ريديوس شي، انا بقدر بعملها ريديوس لل هون من البي للال بقدر باخذها، فراح اعملها ريديوس مرة تانية. فراح في عندي هاندل في الموقع رقم في القاعدة رقم 3 في موقع رقم 1، اعملها ريديوس ريديوس للقاعدة رقم 3، راح يكون عندي دولار ساين ال، راح يكون عندي بالدخل لسه هيك. هلا انا ال بقدر برجع على الجي، بس اذا متذكر نحن كان ال ار عفوا واحد مثلا، كان في عنده الواحد هي اللوك اهيد العنصر اللي بقدر بشوفه، وكان مثلا نحن حطيناه اخر شو شوف اي او اف بيقدر بيعمل له بس بيعمل له يرجع لهون، والا ما راح يقدر يرجع لهون. فلسه في دخل هون وانا هالحال ما بقدر برجع لورا، فانا لازم اعمل عملية شيفت بدي، وما في عندي هاندل. ما في عندي هاندل فحصير عندي الدخل هيك قوس، عندي بالدخل صار عندي ستاك ال وقوس وبالدخل انبوت قوس. فانا بقدر اعمل شي عملية ريديوس ما بقدر بعمل، لازم ما في عندي هاندل معناته بدي اعمل عملية شيفت. هلا صار عندي هون دولار ساين ال وقوس قوس، وهون بالدخل ما بقى عندي دخل، بطلع انا الدولار ساين ال ما بقدر بسوي شيء، اما بس القوسين نحن بنطلع دائما على وجه الكلاس شو بقدر بسوي، بقدر بسوي هاي وهذا، ما يعني ما بقدر بختصر انا الورا، بس بختصر على الوجه. فانا عندي قوسين هون بقدر ارجعهم للبي، فانا راح اقول له في القاعدة 5 في موقع 2 اعمل له ريديوس للقاعدة 5، ريديوس للقاعدة 5 اوكي. هلا صار عندي دولار ساين ال وبي، الدخل ما في عندي. هلا ال بي انا شو بقدر بعمل بالال بي، انا بقدر برجع للال، فانا راح تكون ال بي واجب ارجع ال اللي هي موقع القاعدة رقم 2 1 ريديوس للاثنين ايوه. فانا صار عندي هون دولار ساين ال بي ترجع لعند ال ال، انا الانبوت صار اي او اف، فانا شو بقدر بعمل وقت صار انبوت اي او اف بقدر برجع شو هي ال ال بقدر برجع للجول، فانا بقدر له في الموقع 1 رجع للقاعدة 1 ريديوس واحد ريديوس ريديوس الواحد. بعد صار عندي هون دولار ساين جول، الانبوت ما في عندي، الهاندل ما في عندي هاندل، والانبوت صار اكسبتد لما وصلت للجول انا. فبكون هذا هو الجدول اللي رحنا قارناه مع الجدول ناسخينه شوي، فراح نشوفه اللي بيعطينا هو نفسه. هذا شو هذا؟ هذا غير واحد، شو كنت نسي غير واحد كنت وين هذا هو وين هي عم نرسم عليها هون، حطيناه هون جنبه قارناه. راح نشوف هون احنا بالبداية عملنا عملية شيفت وشيفت شيفت ريديوس هاي ريديوس بعدين شيفت
كذا اثنين شيفت ريديوس هذا اكسبتد، بكون هذا هو الجدول كيف طلعنا. نحن بس دائما نتاكد انه ما حدا يختصر رمز مو موجود على التوب اوف ذا ستاك، يعني مثلا مش تمام في عندنا هون شيء ممكن نساويه، يعني واحدة يكون عنده مثلا اذا كان بي وقوسين مثلا وكان بي بقدر برجع للال اوكي، وانا عندي قوسين بقدر برجع على شيء، فانا ما حدا بختصر البي قبل الال قبل القوسين، فانا لازم اختصر دائما، لازم اخلي يعني انا الوحيد اللي بقدر بعمله ريديوس هو على وش الستاك، شو على وش الستاك انا بقدر بعمله ريديوس، غير شيء ما بقدر اساوي. فبكون احنا خلصنا او خليها هون جنبها، بكون خلصنا نحن السؤال شد رقمه هذا.